أهلا بكم. وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري رؤية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتحديات التي تواجه الجزائر ومصر بالثاقبة. وبحسب الإذاعة الجزائرية، أكد شكري الذي يزور الجزائر عقب استقباله من قبل بوتفليقة أن توجيهات الرئيس الجزائري تدعو إلى الاستمرار في دفع العلاقات الثنائية للبلدين. من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة رأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، وهو الأول له منذ فترة طويلة، وأن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن عدة نقاط، من بينها تحضيرات الدخول المدرسي والجامعي المقبلين وترتيبات الحكومة تحسبا لشهر رمضان. من جانب آخر، وفي استمرار لما يمكن وصفه بلعبة الكراسي الفارغة، أجرى الرئيس بوتفليقة تغييرات في عدة مؤسسات عمومية، حيث عين محمد عبد بودربالة المدير العام للجمارك على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلفا لمحمد صالح بولطيف، كما تم إنهاء مهام مدير نفطال وتعيين أمين معزوزي على رأس سوناتراك. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ أكثر من 4 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع فائض فاق 3 مليارات دولار قبل عام، وذلك بفعل تراجع أسعار النفط. لمناقشة هذا الموضوع، هذه المواضيع، معنا في الاستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق، عضو حركة رشاد، عضو أمانة في حركة رشاد، محمد العربي زيتوت. محمد العربي زيتوت، مرحبا بك. ما تعليقك؟ وزير خارجية مصر، وزير خارجية السيسي، يقول رؤية بوتفليقة ثاقبة للتحديات التي تواجه البلدين. شوف، عندما تنطلق الألسنة يوما ما، وعندما يرحل بوتفليقة وتتحدث الناس، ستسمع العجب على كيف يتم تحضيره لهذه اللقاءات. الرجل صراحة، يعني وأنا أقولها لك بكل صدق وتألم حقيقة له كإنسان وكبشر، أين وصل حاله؟ ولكني أدين إدانة شديدة باعتباره أنه تمسك بكرسي السلطة وهو لا يقدر على أن يوصل منديل ورق باش يمسح به فمه، وهو لا يقدر على أن يتحرك، أن يقول عدة كلمات. يعني الحلف الدستوري أو القسم الدستوري اللي هو أقل من 90 كلمة، عجز على أن يؤديه ويقولوا، ومع ذلك يجيبوه في هذه الأوضاع، يظهر وكأنه من تماثيل الشمع اللي تجدها مرات في بعض المتاحف. حقيقة لما تنظر إلى وجهه وكأنه شمع جيء به وهو في عالم آخر. وأنا دائما أسأل نفسي، هل يعي أين يوجد أصلا؟ يعني حقيقة أخوه شقيق السعيد يرتكب جريمة ليس في حق الجزائر فقط، ولكن حتى في حق هذا الرجل العاجز، الشيخ الكبير اللي جاوز 78 سنة واللي هو في حالة مرضية شديدة، ولكن هذه ربما يقولون لنا هو الرئيس. هذه يعني ربما فقط الشكل ما يظهر فقط. وزير الخارجية المصري يقول أنه نظرة الرئيس بوتفليقة ثاقبة للتحديات، ثم شهادات أخرى من مسؤولين عرب وفرنسيين، وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا. لماذا لا تصدقون هذا الكلام؟ لأن كل من يأتي لنهب الجزائر، كل من يأتي لأخذ مصالح غير مشروعة، كل من يأتي عليه أن يمدح هذا الشخص ومن يحيط به ويقول كلمات. لكن الصورة، انظر إلى الصورة، انظر إلى صورة هذا الرجل، مع أن هذه الصورة رهم حاولوا قدر الإمكان، وأنت تعرف، أنت صحفي وتعرف كيف يمكن الخدع الدبلوماسية والأشياء هذه، كيف ممكن عملها بالشكل اللي تظهر فيه وكأنه راهي أفضل من الحقيقة. الصورة هذه باش تخرج بهذا الشكل، رهم فعلوا الأفاعيل، ومع ذلك تخرج الصورة وهو في وضع بائس حقا ومؤلم حقا، ووضع ينبئ عن حالة الجزائر، أين تتجه الجزائر؟ لأن صراحة اليوم وبدت الآن كثير من الألسن تقولها، الجزائر تتجه إلى كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. هذا الوضع الآن، لما بعض الناس لما يهاجمونا يقول لك أنتم قابلين برئيس مقعد ولا يستطيع أن يتحدث ولا يستطيع، ثم جو تنتقدوا. أنا أنتقد هذه الأنظمة العربية كما تعرف، فالبعض منهم وكانوا يظن أني أنا من يدافع على هذا النظام، أو فيهاجمني على أساس أن لدينا دمية في كرسي وهو لا يتحرك إلا آخر يحركون. مؤلم
مؤلم هذا الوضع، لكن هذه الحقيقة اللي نعيشها اليوم بكل ألم. يعني هل تشارك أستاذ سعد بوعقبة الذي ينضم إلينا الآن، تشارك محمد عربي زيتوت هذا الألم؟ ربما بصورة أكبر منه حقيقة. صور اللي نشروها الآن باسم الرئاسة وعلى موقع الرئاسة للرئيس هي ليست إساءة للرئيس وإنما إساءة للبلد. وحقيقة لو كان في رئاسة الجمهورية ناس يحب موش يحبوا الرئيس فقط، يحبوا الجزائر أيضا، ما كانوا نشروا هذه الصور. لأن هذه الصور حتى إذا كان نشرت، كان المفروض إذا نشرت باسم العائلة المالكة في الجزائر ينشروا في الألبوم تاعهم داخل الدار تاعهم وليس على مواقع الانترنت تاع الرئاسة. وهي حقيقة تبكي كل واحد جزائري، لأننا في جميع الحالات هو رئيس الجزائر، ولا يمكن أن نرى أن نقبل أن نرى صوره بهذا الشكل. يعني حقيقة شيء يدمي القلب أكثر من اللازم. طيب، ولكن عندما تقول عائلة المالكة ليس كلاما مبالغ فيه، الجزائر ليست مملكة، الجزائر جمهورية اسمها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ليس كذلك؟ يا أخي شكل الحكم كما تقول، لكن الممارسة فهي بطرق أسوأ حتى من الملكية. الملكية في المغرب مثلا فيها مؤسسات على الأقل تشتغل. الملكية حتى في دول الخليج التعيسة محسوبة أنها العائلة المالكة هي المسؤولة، ومعروف شكون يمارس الحكم. لكن احنا عندنا لا المؤسسات تعمل وحتى الناس اللي يسيروا في الدولة ما نعرفوهمش بالضبط شكون هما، وما عندهم لا مسؤولية لا قدام الرئيس لا قدام أي البرلمان لا قدام الشعب، لا ما عندهم حتى مسؤولية قدام أي كان. وبالتالي فهي مش عائلة حاكمة برك، أسوأ من الحكم، فهي شبه الحكم تاع بوكاسا، يعني ما غير مسؤول قدام أي إنسان. طيب، ولكن الجزائر ليست فيها مؤسسات، فيها مؤسسات الجيش، فيها مؤسسات برلمان، مجلس دستوري، مجلس أمة، شكليا موجودة المؤسسات. الرئيس بوتفليقة لما جاء وجد شبه مؤسسات خلاها النظام اللي سبق بوتفليقة بكل عيوبها، كانت مؤسسات شبه مؤسسات. يعني كنا نسميه مثلا البرلمان غرفة تسجيل، الآن حتى غرفة تسجيل ما عادش. الرئيس بوتفليقة من الحاجات اللي دارها في الجزائر أنه كان يعتقد باللي لما يبعث كل مؤسسات الدولة يطوى هو، اللي حصل أنه ضعف المؤسسات تاع الدولة كاملة والغاها تقريبا، ولكن ما قواش هو ضعف هو، لأن فعلا من يضعف بلده لا بد أن يضعف. وانتهى الأمر إلى أن المؤسسات تاع الدولة نفسها لما مرض الرئيس أصبحت عاجزة حتى عن إيجاد بديل له، وبالتالي حافظت عليه هو وهو ضعيف ومريض، من أجل لأنها مؤسسات غير موجودة وغير قادرة على أنها تحل المشاكل اللي كانت موجودة. على الأقل مؤسسات بكري كانت عندما يقع شيء في رئاسة الجمهورية تجتمع وتدير أنها تخرج لنا واحد كيف ما كانت الظروف. الآن أصبحت عاجزة حتى عن فرزه حتى بالطرق التقليدية التعيسة اللي كنا نمارسوها في 2006 حتى الآن. تقول لي مؤسسة الجيش، نقول لك نعم مؤسسة الجيش، ولكن مؤسسة الجيش كبلوها في العشرية الحمراء هذه اللي مرت بها البلاد، وأصبحت محل قذف من جميع الأطراف، وهي وضعت نفسها في وضع غير قادر على تسيير البلد بالقوة اللي كانت عليه من قبل، وغير قادرة على ترك الناس لأخذ مصيرهم بطرق ديمقراطية كبقية البلدان. الآن الأمباس مش حتى في مؤسسة الدولة اللي ضعفها بوتفليقة، حتى في مؤسسة الجيش اللي كان عليها المعول. طيب، وتشير اليوم في مقالك في الخبر سيادة منطق الفساد كذلك إلى تصريحات لويزا حنون التي ترى تناقضا في قولها أن الرئيس بوتفليقة حلال، أما قراراته فهي جيفة وبعض قراراته جيفة وهي حلال أيضا، وتتحدث كذلك عن سعداني والعدالة التي تؤجل الفصل في الخصام بينه وبين خصومه،
وأنه تقول شعدان يريد عقد المؤتمر إلى فلان، تنبثق عنه قيادة تتشبث للرئيس وعائلة الرئيس في الحكم بشيتة قطنية، وخصوم شيتة سعدان يريدونها شيتة حريرية. يعني هل المشهد بكل هذا العبث يعني؟ لما تشوف المتهاوشين على قيادة الفلان ما همش متهاوشين ببرامج سياسية مختلفة، كلاهما يريد أن يستلم رئاسة قيادة الفلان من أجل تأييد برنامج الرئيس. طيب على أي على ماذا إذن الخلاف ما دام في زوج كل واحد منهم يريد أن يستلم قيادة الحزب ليؤيد الرئيس ليؤيد برنامج الرئيس على تعبته وعلى الكوارث اللي وصلت له البلاد. أيضا حتى الميزة حنوم لما تقول باللي الرئيس أصاب بتعيين كاتب الدولة يوسف وزير الدولة يوسف في رئاسة الجمهورية لأن ملف البترول مهم. طيب لماذا إذا كان ملف البترول مهم وقرار الرئيس مليح أنه يعين يوسف يوسف مستشار للبترول في رئاسة الجمهورية، لماذا نحاه من وزارة البترول؟ يعني كيفاش هنا قراره مليح وهنا قراره مش مليح؟ طيب يعني حقيقة حتى السياسيين عندنا أصبحت عندهم البوصلة في الكلمات ما يعرفوش وش يقولوا. ولكن لافت في لافلان أنه سعداني يوحي بأنه في الإشارة خاصة إلى بالخادم كأنه محرك، قال بأنه في خدمة بما فوهم في الصحافة الجزائرية في إشارة إلى الديالات المخابرات. يعني أنت ترى أنه صراع شيتا بين جناحين في الأفلان، من يشيط أكثر لبوتفليقة بينما سعداني يوحي بالعكس. أو تعتقد باللي الديالات وبوتفليقة على الخلاف؟ لو كان الديارات على خلاف شكون اللي جاب بوتفليقة للحكم وشكون اللي حافظ على حكمه من خلال 15 سنة هذه وهو يكثر في المؤسسات بالطريقة هذه؟ صحيح ربما وزير من الحاجات المضحكة والمبكية في الجزائر أن مثلا وزير خارجية مصر يقول على الجزائر نظرة الرئيس بوتفليقة ثاقبة، هي ثاقبة بالفعل وثاقبت كل المؤسسات بالمفهوم السلبي، ما خلات حتى مؤسسة صحيحة كلها مثقوبة. طيب الاقتصاد مثقوب، التعليم مثقوب، كل المؤسسات مثقوبة بما فيها رئاسة الجمهورية أصبحت فارغة، ما فيها غير من يسير يسير لفاند ميناج والبارك اوتو والسيارات ويعطي المحلات للناس وين يسكنوا في رئاسه الجمهوريه وفي الدوله. هذا هو السير رئاسه الجمهوريه، اما الاقتصاد والمسائل الحيويه فكلها تسير من طرف المافيات ومن طرف طيب. ولكن هل في المقال كذلك يا استاذ سعد بوعقبه تقول انه النظام الان اصبح يشبه النظام الاستعماري الذي كان في هذه البلاد قبل 60 سنة، بل هو أشد سوءا من النظام الاستعماري، وأن هذا النظام السياسي في الجزائر لا يحتاج إلى إصلاح بل يحتاج إلى هدم كامل وإعادة بنائه من الأساس. نظام استعماري ليست يعني مبالغة أستاذ سعد بوعقبة؟ بطبيعة الحال لأن النظام الاستعماري كان فيه برلمان يسموه برلمان بني ويوي، يا ريت برلماننا الآن في مستوى برلمان بني ويوي من حيث القرارات حتى على مستوى القولون وعلى مستوى المسائل الاقتصادية. الآن برلماننا ما يرقاش حتى المستوى برلمان بني ويوي اللي كان في وقت الاستعمار، هذه الحقيقة. المقيم العام في الجزائر في عهد الاستعمار كان ينش الزبان على الجزائر باسم الكولون تجاه الفرنسيس فيما يتعلق باستغلال الخيرات تاع الجزائر. الان الخيرات تاع الجزائر تستغل من طرف الاجانب وبطريقه تعيسه أسوأ من وقت الاستعمار. كيف ما يكونش التهميش تاع الشعب الجزائري اتجاه الحكم تاعو وعدائه للحكم تاعو اكبر من عدائه للكولون في وقت الاستعمار. شكرا. وكيف تمشي للداخل يقولوا لك الجزائريين لو كان جاء يدفع على الاستعمار نشكيو له ويصبع علينا الاستقلال. شكرا جزيلا لك استاذ سعد بوعقبه كاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. محمد العربي زيتوت، ما رايك؟ ولا صراحه لا اختلف معها تماما يعني، ولعلي منذ 20 سنه اقول في هذا الكلام، ولعل البعض كان الأخ بما فيهم الأخ سعد اللي أحييه بالمناسبة يعني كانوا عندهم أمل في فترة معينة في نهاية التسعينات في بداية 2000 في هذا النظام، وكنا نقول لهم أن هذا ليس فيه أمل، لأنه
بني على انحراف وانحراف شديد، بني على كثير من الأخطاء، بني على احتقار الشعب، بني على نظرة استعلائية. ولذلك أنا أعود لي حتى أكمل قضية الكولون. شوف، لما تنظر إلى الفيديوهات والصور اللي كانت كاينة في الخمسينات والستينات، ترى أن مدن الكولون مثلا باب الواد اللي كانوا يسكنوا فيه كثير من الكولون، أو الحمامات، أو العربي بن مهيدي اليوم، أو هذه في العاصمة، ناهيك على وهران، ناهيك على قسنطينة، تجد أنها مدن جميلة، شوارع نظيفة، الأحياء الأوروبية، الأحياء الأوروبية. وتجد اليوم في الجزائر اللي راح قائم هو وشنو هو؟ الأحياء الأوروبية. صراحة شوف، أنا من أعداء فرنسا الاستعمارية، والناس تعرف موقفي في ذلك، لكن حتى نكون عادلين، يعني ما هو قائم اليوم؟ الأصل بعد 53 سنة من الاستقلال، أهم الشوارع هي الشوارع اللي بناها الكولون، اللي بناتها فرنسا. أهم البنايات، حتى أنه لما وقع مثلا زلزال بومرداس في 2003 على ما أذكر، كثير من البنايات اللي بناوها في هذا العشرين سنة الأخيرة سقطت، ولم تسقط بنايات من العهد الفرنسي، بل أن زلزال أحيانا يسقط مباني بنيت في 90 وفي 2000، ولم تسقط بنايات من أيام العهد التركي قبل 200 سنة 300 سنة. فلماذا؟ لأن الكولون كانوا يؤمنون بالجزائر أنها بلدهم. الفرق بينهم وبين الجهلاء والسفهاء اللي يحكموا اليوم، لا يؤمنون بالجزائر بلدهم، يؤمنون أن الجزائر ينهبوها وترحل الأموال إلى الخارج. وقاموا فيه كثير من المعاهدات اللي قامت فقط بحيث أن حامل جواز دبلوماسي أو حامل جواز اللي يسموه المهمة باسبور دو ميسيون يدخل إلى فرنسا، ويدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ويدخل إلى بريطانيا، وبل حتى الإمارات وقطر والصين بدون تأشيرة. تفكيرهم هو أنه يوما ما سينتفض هذا الشعب، وخاصة بعد ما رأوا انتفاضات الشعوب في مصر، في تونس، في ليبيا، في، وبالتالي أصبح الهدف الكبير بالنسبة إليهم هو كيف تتم تهريب الأموال، كيف يتم وضع إقامات، كيف يتم وضع تأشيرات، كيف تحصيل الباسبورات. أنت في صراع كبير اليوم في ما يسمى هذا برلمان الحفافات، على لماذا لا يأخذون جوازات سفر دبلوماسية؟ لأنهم يعرفوا أن جواز سفر دبلوماسي اليوم كل واحد أعطيته 50 مليار، ولا خاصة إذا 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 انهار النظام. وأحد البرلمانيين تم القبض عليه في مطار العاصمة أنه يهرب آلاف اليوروات مثلا. مش واحد صراحة، واللي رانا نسمعه هو 1% ولا 2%. تهريب اليوم خاصة بعد انهيار أسعار البترول راه قائم بلا حدود. ولذلك المعلومات اللي تخرج أحيانا من قول القبض عليها واحد هنا والله، هذا فقط لذر الرماد في العيون كما يقال، حتى يقال أنه ربما راه فيه هنا، أو أحيانا صراحة في بعض على استثناءات قليلة بعض الناس في الجمارك أو بعض الناس في الشرطة أو يقوموا بعملهم، وإن كان بعض كثير اللي قاموا بعملهم طردوهم، وكان يرم السجون حتى اللي ندوا بالفساد، واللي ندوا بالرشوة، واللي ندوا بالتهريب وبالخراب لهذه البلاد. البعض بعض منهم راه في السجون، واللي محظوظ وضع على الرف، والله قالوا له روح لدارك وانتهى عملك. نحن اليوم في زمان أنه يتم ترقية الفاسد، يتم ترقية المرتشي، يتم ترقية. أنت لو كان يعني مراد مدلسي كمثال هذا اللي بعد ما قال أنا غبي في محاكمة الخليفة الأولى، مباشرة بعدها تم تعيين وزير خارجية، ثم اليوم وضعه على رأس المجلس الدستوري. هذا الرجل اللي اعترف بالغباء الشديد لما كان وزير للمالية، والنهب اللي حدث بمليارات الدولارات لقوة الجزائر. على ذكر وزارة الخارجية كدبلوماسي سابق، ما قراءتك لما اعتبر يعني مشهد تراجي كوميدي في موضوع التعديل الدستوري، الحكومة بالأحرى الأخير وزارة خارجية برأسي؟ لم تشهد الخارجية الجزائرية هذا البؤس كما تشهد هذه السنوات. حتى في سنوات الأولى للانقلاب، وأنا كنت مازلت في وظيفتي، مازلت في منصبي، كان مازال لغاية 95-96 كانت مازال الأمور إلى حد ما صحيح، أن الدراس أصبحت اللي تحكم داخل السفارات ابتداء من 94، لكن والعسكر أصبحوا هم اللي يخدموا، السفراء والدبلوماسيين. يعني أنا ابتداء من 94 ما أصبحش عندنا دور حقيقي، أصبح القول الرئيسي لرئيس مكتب مخابرات، وأحيانا لرئيس المكتب العسكري. لكن بعد مجيء بوتفليقة انهارت بشكل مرعب. هذه تعيين وزيرين للخارجية، هذه لم تحدث في أي بلد وفي أي زمن. اليوم عندك وزيرين للخارجية، ولما الناس انتقدت هذه الأمور، ولعلي أنا ذكرتها المرة الماضية معك أو في مكان آخر لا أذكر،
قالوا لا في الحقيقة هذا وزير دولة والآخر وزير، يبقى وزير هو وزير، كيف يكون وزيرين للخارجية؟ حتى لما استقبل بوتفليقة هذا اللي يسمى وزير السيسي هذا للخارجية، حضروا هما الاثنين، حضر عمامرة وحضر الثاني هذا ايش اسمه مساهل. هذا يوري لك إلى حد العبث بالدبلوماسية. ثم الدبلوماسية في واقع الأمر أخي جمال اليوم لما تشوف السفارات والقنصليات، وأنا لدي بعض الأصدقاء اللي حثوني على بعض تفاصيل داخلية مؤلمة، كل دبلوماسيين اللي عندهم كفاءات استثناءات قليلة جدا، إذا لما تعرفش وزير، إذا ما تعرفش جنرال، إذا ما تعرفش قاضي كبير، إذا ما تعرفش الرئيس، إذا ما تعرفش سكرتير الرئيس، إذا ما تعرفش رئيس حكومة ما تروحش سفير، من حقك، مع أنه من حقك. وحصل حتى إضراب قبل سنتين وثلاثة. نعم. بسبب هذا الاستمرار مسنين في السفارات. عندك يعني واحد مثل عبد القادر حجار سفيرهم في تونس 80 سنة. القانون يقول 65 سنة كل الناس تروح للتقاعد. يعني السفير اللي اشتغلت معاه اسمه محمد سباغ مازال حي، في لما وصل 65 في سنة 93 راح للتقاعد. طيب طلبوا التقاعد وروح للتقاعد عادي، وكذلك كل الناس. والان فيه ناس يروحوا للتقاعد، دبلوماسيين يروحوا للتقاعد، عندك معرفه، عندك علاقات، عندك واسطه، تبقى سفير الى 10 سنين 15 سنه، وهذا ممنوع في القانون. القانون يقول 4 إلى 5 سنوات في المنصب في الخارج، من 4 إلى 5 إلى 6 سنوات في حالات استثنائيه. نعود نربط بوزير خارجيه السيسي كما وصفته، كيف يمكن تفسير تصريحه؟ هل هو ربط لمصير مصر السيسي بالجزائر عندما يقول أنه رئيس بوتفليقة رؤيته ثاقبة للتحديات التي تواجهنا، تواجه البلدين؟ هو صدق في هذه في حق الأمر، لأنه هو يعرف أنه شوف فيه مجموعة قضايا حتى ما نتوسعوش فيها كثير حتى نستطيع أن نركز نقاط معينة. بمجرد ما قام الانقلاب في مصر باركه النظام الجزائري مباشرة، مع أنه قام انقلاب على رئيس منتخب، أول رئيس مدني بعد حكم 60 سنة من حكم. ربما المباركة لم تكن في الانقلاب، المباركة جاءت في الانتخاب السيسي وكانت الجزائر أول المهنئين. لا مش فقط هذيك، حتى قبل ذلك. نعم كانوا هم السعوديين والإماراتيين والكويتيين، بعد هذوك الثلاثة الأولى اللي كانوا متواطئين معهم جاء مباركة، أنه ما وقع، اعتبروا ما وقع هو تصحيح للمسار اللي كان وقع. ثم جاءت واستقبل السيسي كأول بلد يستقبلوه هو النظام الجزائري. لم يذهب السيسي لا للسعودية ولا للإمارات ولا للكويت ولا لأمريكا ولا لفرنسا، وإنما جاء للنظام الجزائري. تدري لماذا؟ لأن هذا رمطان العمامرة، رمضان اسمه في الحقيقة، بدلوا إلى رمطان، هو اللي كان مسؤول ما يسمى بمسؤول السلم والأمن، مركز هكذا في الاتحاد الإفريقي، اللي يدير الاتحاد الإفريقي. لما الاتحاد الإفريقي عنده لائحة، عنده قرار أنه ضد الانقلابات في إفريقيا. الرؤساء هذون أغلبهم وجاءوا بالانقلابات، لكن بعدين عملوا قرار قالوا أنه أي بلد يصل فيه رئيس أو شخص جنرال يقوم بانقلاب نحن ندينه ونعاقبه. هو لذلك عاقبوا مثلا الانقلاب في مالي، عاقبوا الانقلاب في النيجر، عاقبوا عدة انقلابات، وبدأوا يعاقبوا في النظام المصري. البلد اللي لعب الدور الرئيسي وذكره المصريين في كثير من تصريحاتهم بالمناسبة يعني مش سر، هو النظام الجزائري. أعادوا للاتحاد الإفريقي، وقالها السيسي لما جاء، قال نحن يعني تعاوننا في الاتحاد الإفريقي وكذا، لأن الاتحاد الإفريقي جمد العضوية مصر، وهذا كان ناحية الدبلوماسية ضربة صفعة كبيرة. وكان الموقف الإفريقي في البداية جيد جدا، لكن تدخل النظام الجزائري وعلى رأسه هذا رمطان العمامرة اللي كان أنا ذاك مسؤول الاتحاد الإفريقي. ولكن مهما كان يعني مهما كانت ربما العلاقات بين البلدين التاريخية والحدود يعني القريبة، وهناك الملف الليبي، هل يمكن ربط مصير بلد ببلد يعيش يعني أوضاع غرائبية عجيبة؟ يعني لماذا أحكام سريالية لكن قريبة من النظام الجزائري؟ هم يشتركون أنهم كلاهما نظام انقلابي. نظام جزائري احنا ربما ننسوا مرات كما ينسوا بعض خاوتنا في حمص وغيرهم، من أن النظام الجزائري قام بانقلاب في 11 يناير 92، قام بإلغاء الدستور اللي كان قائم، قام بالإطاحة بالرئيس، قام بإلغاء البرلمان الذي انتخب. هذا نظام انقلابي، ولكن الصورة تغيرت في الجزائر. في الجزائر الإخوان دعموا الانقلاب كما فهم،
وهم طبعا يبررون لهم تبريراتهم، وسمعناها في مقابل مصر التيار السلفي أو التيارات أخرى إسلامية دعمت الانقلاب على الإخوان. ولذلك الخلاف اليوم بين النظامين، في خلافات بالمناسبة، في اتفاق على مجموعة من الأشياء ربما نذكرها لك، لكن في خلافات بين النظام الجزائري والنظام المصري، هما كلاهما جاءوا بانقلاب متفقين إلى آخره، لكن في خلاف على قضية النظرة للإخوان، في حين يراهم السيسي وعسكره أنهم شياطين يجب استئصالهم والإطاحة بهم وسجنهم وإعدامهم، وانت ترى هذا التهريج القائم اليوم في أرض الكنانة، يرى النظام الجزائري ويريد أن يقنع النظام المصري من أن الإخوان بالعكس يمكن توظيفهم ويمكن تمريرهم، وأن لدينا خبرة مع ما كان يسمى بحماس وأصبحت فيما بعد حمص، والذين انشقوا عنها أيضا فيما بعد، أنهم شاركوا مع النظام الجزائري مدة 20 سنة وهم لا ينكرون ذلك. وأنا بالمناسبة هنا أنا أذكر فقط أفعال تاريخية، أنا لا أدينهم، بالعكس أنا طيب. أنا الآن أشجع وأدفع بقوة في الاتجاه الصحيح. طيب لكي نعود كثير للتاريخ بالحاضر. لا ليس تاريخ، زيارة الخلاف على الإخوان فضل. لا مش تاريخ فقط، هذا أيضا ذكر النظام الجزائري في ليبيا، الخلاف اليوم عنهم هو ليبيا. نعم. في حين يرى النظام الجزائري أن في ليبيا الإخوان ممكن استخدامهم وممكن الكونتينمنت الاحتواء نتاعهم مثل ما فعل هو مع حماس وحمص وإلى آخره، يرى النظام المصري، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية، يرى النظام المصري أنه لا يمكن، لأنه حرب الكبرى، حرب العالمية هي على الإخوان. هذه نقطة الخلاف الرئيسية. في طرابلس من يحكم طرابلس المؤتمر العام بشكل عام هم الإخوان والقريبين من الإخوان، أي الذي الآن تقريبا إذا شئنا يدير قضية الثورة في ليبيا ويحكم الغالبية من ليبيا. الجزء الآخر برلمان طبرق، في طبرق وحفتر على رأسه حفتر، طبعا هذون تابعين لنظام السيسي وتابعين لها. الخلاف بين النظامين، النظام الجزائري والنظام المصري، على كيف إدارة الأمور في ليبيا. كلاهما يتفق على إزاحة حكم الثورات، إزاحة الحكم الشعبي، لكن يختلفون في الطريقة. في حين يرى النظام الجزائري أنه تكتيكيا ممكن أن يستعمل الإخوان، لكن ليس هناك، لكن هناك تهديد اسمه داعش، مع أنه طبعا تقارير غربية تتساءل حول داعش ليبيا. يعني تقرير الاندبندنت ربما تبعته قبل فترة تقول بالبنط العريض أنه داعش بالنسبة لها ميليشيات سابقة للقذافي في غالبيته. وفي الغالب داعش خليط، داعش هي الجية تاع الجزائر، والجية تاع الجزائر كان فيها خليط، كان فيها مجموعات صحيحة إسلامية مقاتلة بفهمها للإسلام تقاتل في النظام، وأغلبها أغلب الجية كانت مجموعات يا إما مخترقة يا إما مصنوعة من المخابرات الجزائرية. ما الفرق ما بين الجية وداعش؟ أنا داعش على مستوى عالمي، داعش اليوم هي نفس الشيء، هي مجموعات متعددة، مجموعة، ولذلك تظهر، ولذلك انت مرات ترى تصرفات غريبة، ترى بعض تصرفات جيدة في أماكن معينة وترى تصرفات بشعة في أماكن أخرى، ولا تفهم، لأنها باختصار بسيط مجموعة متعددة على الأقل من أربعة أصناف. المقاتلون حقا باسم الإسلام حسب فهمهم المتشدد، المخترقين والمصنوعين من مخابرات دولية متعددة، هذو ثلاث أصناف على الأقل. داعش في ليبيا، وهذا قذاف الدم ذكر ذلك يعني علنا، لم يخفي ذلك، قال أنهم هؤلاء شباب وهم غاضبين على ما وصل إليه النظام العربي وإلى آخره، لكن في ليبيا الاتفاق العام أنهم بقايا القذافي، وأن تمويلهم يأتي من مصر، يأتي من قذاف الدم. قذاف الدم يمتلك ما بين 12 إلى 20 مليار دولار حسب المصادر اللي تضع ذلك. فقط نكمل هذه. وبالتالي لأنه أموال ليبيا كانت ذهبت إلى مصر ابتداء من التسعينات، في قصة طويلة نتاع قضية خذوا أموال النفط ورحلوا إلى آخره، ما ليس هنا مجال لذكرها، فقط في هذه النقطة. إذن داعش هذه هي في الحقيقة فيها خلاف، وقضية النظرة للنظامين، ولذلك جاء هذا، ولذلك قضية ترى النظام الجزائري متحفظ فيما يسمى بالجيش العربي هذا والأركان، ولم يحضروا قايد صالح على أساس أنه قايد الأركان، وحضروا السفير موجود هناك، وهذا حديث ممكن تحدث فيه. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الجزائر الأستاذ عمار خبابة، المحامي والقيادي في جبهة العدالة والتنمية. أستاذ عمار خبابة، ما رأيك في هذا التصريح لوزير الخارجية المصري؟ رؤية الرئيس بوتفليقة ثاقبة للتحديات التي تواجه البلدين، وفي الجزائر جدل كبير، عدد من النواب أكثر من 100 نائب احتجوا على أحكام الإعدام، خاصة على الرئيس المنقلب عليه الرئيس مرسي، وطالبوا حتى بمحاكمة السيسي. شكرا أستاذ جمال، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وضيوفك عبر الأثير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في الحقيقة مثل ما يقول المثل العربي هو تمسك غريق بغريق. فنظام المصري في الحقيقة وصل إلى هو الآن يعاني من أزمة يعني، ولم يستطع نظام الانقلابي في مصر لم يستطع أن ربما أن يروج لما حاول أن يروج إليه منذ مدة. والنظام الجزائري كذلك يعيش ورطة، وهذه الورطة تتمثل في الشعور على أعلى منصب والإرباك والارتباك الموجود على مستوى والذي ظهر ويظهر يوميا على السطح من تآكل آلياته وتطاحنها. ولذلك فنجد غياب نشاط دبلوماسي لرئيس الدولة يعوض بلقاءات من هذا القبيل بعد ما يلتقي به أو تلتقي به شخصية، يخرج إلى العلن ويحدثنا عن صحته وعن نظرته إلى غير ذلك، وهذا اعتدنا له منذ مدة. ولكن لم يرأس الرئيس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، وهناك قرارات حتى وإن توصف ربما بلعبة الكراسي فارغة، تغييرات في عدة مؤسسات في البنوك وفي الخطوط الجوية الجزائرية، مدير الجمارك في الخطوط الجوية، تعيين رئيس جديد لسوناتراك وغيرها من التعيينات، نفطال وغيرها من التعيينات. طبعا، ولكن في الحقيقة نحن لا نعلم من في الحقيقة يحكم في البلاد يعني. فالرئيس غايب، لا يخاطب الناس ويتكلم معهم ويعني امور، وهذا الغياب انعكس على المؤسسات، ونعيش وهذا الارتباك وهذا الارباك امتد الى كل المؤسسات وحتى الى المواطن البسيط في كثير من الاحيان. ففي الحقيقه نحن نعيش يعني شيء غريب لم نعهده ولم تعهده الدول، لم نعهد هذا غياب رأس الدولة الذي لا يظهر إلا من حين إلى آخر في نشاط بروتوكولي مثل ما تحدثت منذ قليل عن زيارة وزير الخارجية المصري. ولكن هل هذا السؤال يطرح على الرئيس فقط، على السلطة، أم كيدا عليكم فعلى المعارضة؟ أين هي تنسيقية الانتقال الديمقراطي؟ أين هي المعارضة؟ المعارضة في الحقيقة الآن تسعى بما هو متاح، فنحن نعاني من التضييق. وقد لاحظتم أنه حتى أصبحنا أنه في ندوات موضوعاتية حول مواضيع فيفرجون أو يرخصون لموضوع ولا يرخصون لموضوع آخر. وفي الحقيقة مسألة التغيير هي ليست مسألة مطروحة على المعارضة، بل هي مطروحة على الشعب برمته. المعارضة نعم فهي ربما في المقدمة كنخبة وتقدم البدائل، تشرح البدائل، ولكن لسنا نحن الذين نخلق ميزان القوة، فميزان القوة يخلقه الشعب أو ينشئه الشعب حينما يلتف حول رؤانا وحول أفكارنا. نحن يعني نناضل منذ أكثر من سنة لشرح ربما رؤيتنا إلى التغيير. مسألة التفاف الشعب والتفاف المجتمع وإيجاد ميزان قوى الذي يفرض التغيير، تلك مسألة وقت، ونحن لا نريد ونحن لا نستعجل النتائج. هل تعتقد على ذكر ميزان القوى إن كان هناك ميزان قوى هو بين أجنحة السلطة، أم أنه هذا فقط تسويق أو ذر للرماد في العيون؟ نحن لا نراهن على، ربما نتحدث عنها نتكلم عنها، هذه أو هذا التطاحن الداخلي وهذا التآكل لآلية النظام نتحدث عنها، ولكن بحق لا نراهن عليها. نحن نراهن على الشعب حينما يستفيق ويرى أن التغيير أصبح ضرورة، ونأمل وأننا ننتقل إلى انتقال سلس، انتقال سلمي، انتقال ولو تدرجي نعم، ولكنه فاعل على الميدان وليس ربح للوقت مثل ما عهدناه. وتلاحظ مثلا كل خارطة الطريق التي تطرحها السلطة مثل الدستور ومثل الإصلاحات وكلها هي ربح للوقت للبقاء في السلطة ولتدوير السلطة. والتغييرات التي نراها من حين الآخر هي تغييرات تلجينية وهي في نفس المحيط، ولذلك
مثل ما قلت لك نحن لا نراهن على الآليات أو تآكل الآليات داخل السلطة أو داخل النظام. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار خباب القيادي في جبهة العدالة والتنمية والمحامي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ما رأيك أستاذ محمد العربي زيتوت لما يعتبر البعض ميزان قوة بين أجنحة السلطة، وأنه يتمظهر مثلا في صراعات الأفلام بشكل خاص الآن، وإن كان بعقبة يرى أنه صراع شيتوي إن صح التعبير، يعني من يشيط أكثر لبوتفليقة وليس هناك ذلك الصراع، فيما طبعا من يذهب مذهب آخر يعني تركيز الحملات على عمار سعداني الآن كشف أنه حصل على بطاقة إقامة بفضل ساركوزي مثلا، وعناوين كثيرة في صحف تحسب على طرف وعلى طرف آخر. نعم. ما قرأت؟ لا هو الصراع موجود، الصراع موجود، هو فقط الناس أحيانا تتلف لها لأنه يقول لك كيفاش بيناتهم صراع وهو مازال نظام قائم وهو مازال الأشياء. لا هو الصراع الخلاف على المصالح وعلى النفوذ وعلى الأموال، الصراع ماهوش على سياسات، على الاستراتيجيات، على المبادئ، على المواقف، لا لا متفقين. مثلا دعمهم لنظام السيسي كلهم متفقين عليه، مثلا معارضتهم دعمهم لنظام بشار كلهم متفقين عليه، دعمهم معارضتهم للثورات العربية والشعوب العربية يعتبروها حشرة لابد من يضربوها بالفليتوكس متفقين عليه. الخلاف وين؟ الخلاف على المناصب، خلاف على مناصب السفارات، على مناصب القنصليات، على مناصب ليرة الجيري، على مناصب الأدوان، على مناصب الشرطة، على مناصب شكون يأخذ شكون، هذا هو السؤال. والانقسام موجود، هو فقط ذكر في الحديث من أن الجيش ومؤسسة الجيش، أولا هي مش مؤسسة هو جهاز، كل أجهزة الجيوش في العالم هي أجهزة، لأن المؤسسات هي اللي تكون عندها إذا شئنا نوع من الديمقراطية في إدارة شؤونها. الجهاز الجيش لولا لما بقي لا بوتفليقة ولا السعيد، السعيد عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد والمجموعة الإدارية هم 7-8 أشخاص هم اللي يديروا اليوم في تصريف أمور الدولة بشكل عام يعني، لكن اللي وراهم اللي ترك الموضوع هو أكبر عسكري في العالم هو القايد صالح واللي معاه. لكن هناك من له رأي آخر يقول الأمور تغيرت، المعادلة لم تعد كما كانت في السابق بدخول المال الكبير بدخول أصحاب الشكارة. صحيح دخل المال، نعم هذا دخل كلاعب لكن مش هو اللاعب الرئيسي، ما زال اللاعب الرئيسي شوف يعني اللي عنده صفارة، اللي عنده الدبابة، اللي عنده الدبابة ما زال اللي عنده الدب. اليوم كاين لاعبين دخلوا دور رئيسي، اليوم اللاعب الخارجي فرنسا ما كانش تلعب هذا اللعب اللي راه تلعب فيه اليوم، وانت سمعت ذاك الوقت هولندا في 31 ما يقول نحن على اتصال بطرفي الحكم في الجزائر، لي دو بارتي الجهتين، جهتي الحكم في الجزائر وموجود، ومن يريد أن يرجع يرجع إلى خضاب هولندا 31 مايو 2013 يجده على الانترنت. فدور الفرنسي يصبح مهم جدا، ويقول آنذاك في ذاك الخطاب يقول أن بوتفليقة سيكمل عهدته الرابعة، لأنه آنذاك كان في حديث طويل وشديد على المادة 88، وكانت كثير من الصحافة خاصة اللي قريبة من التوفيق خرجت، والأحزاب اللي شوية وإن كان كان في رأي آخر من الأحزاب أيضا يرى أنه تطبيق المادة 88 اللي هي عجز الرئيس، فخرج بهولندا ليعطي إنذار إذا شئت أو بطاقة حمراء إلى بطاقة صفراء لأنه بقات العلاقات إلى ودخل العسكر الأمريكي أيضا، بمعنى أن عسكر الخارج لديهم دور، وبالمناسبة العسكر الأمريكي لعب دور رئيسي في الإطاحة بكبار جنرالات دي آر إس، لأن قتل الأوروبيين قتل الغربيين بما فيهم أمريكيين ويابانيين وبريطانيين لم يمر هكذا، والقرار اتخذته الدراس اتخذوا جنرال حسان مع بشير طرطاق مع المجموعة اللي اخذت مع عطافي، وبالتالي كانوا ضربهم تأديبهم مع أنهم أصدقائهم مع أنهم يشتغلوا معهم في كثير من الملفات، لكن في ذلك الملف ملف تيغون تورين بالذات كان دور الأمريكي الفرنسي أساسي في ضرب هذا. اللي حدث اليوم أن الدراس منقسمة ما بين الموالين لتوفيق وما بين الموالين للسعيد بوتفليقة ولقايد صالح، وداخل الجيش قيادة الأركان منقسمة ما بين الموالين للقايد صالح وما بين القريبين والذين يقولون هذا أنه ربما سيتون فيكسيون، ليس هناك هذا أساسا هذا الحكاية. كيفاش تكون فيكسيون لما يخرج؟ خلينا نعطيك مجموعة أدلة، في مجموعة كبيرة من الأدلة نعطيك 2 أو 3 منهم. أرجع إلى رسالة بوتفليقة في فبراير 2014 عندما يطلب المسؤولين
على مختلف مناصبهم وفي كل أماكن، ولو كانت تكون عندكم مليح لو كانت طلعوا الرسالة الآن، أن تكون هناك نوع من الاحترام لبعضهم البعض ولمؤسسات الدولة، ولا يحدث خلافات معلنة، وتذكر يعني تلك الرسالة. كالميلجو لعلك أنت حتى درت عليها برنامج آنذاك، رسالة من رئيس الجمهورية علنية يطلب فيها من عناصر النظام أن تتوقف هذه طيب الصراعات. وهنا ربما هذا يقودنا للسؤال الأهم، ما خطورة هذه الصراعات؟ نعم، وبالتالي الصراع موجود كما قلت، لكن الصراع اللي قلت لك مرات الناس، مثلا الأخ بوعقبة واش قال قبل شوي، قال لك لو كان دراسة مختلفة معه ما يبقاش. لا مش مختلفين أنه يبقى ولا ما يبقاش بوتفليقة، مختلفين على المصالح، على المناصب، على المراكز، على أولادهم شكون يروح وين، وصاحبه شكون يروح، وشكون يعين السفير الفلاني، والأموال هذه وين يصرفوها. هذا هو الاختلاف، ما هوش على بقاء النظام. النظام جار مرة واحد منهم اللي دار معهم الانقلاب سيد حميد الغزالي قال النظام الشغل نتاعه هو دو جيري سا كونتينيتي، انه يكمل. ولكن هذه لا كونتينيتي يبدو انها تواجه تحديات اليوم. الارقام مثلا في الاشهر الاربعه الاولى، الارقام رسميه، تراجع العجز التجاري في الجزائر بلغ العجز التجاري بلغ اكثر من 4 مليارات دولار، 4.3، في مقابل في نفس الفترة من العام الماضي كان هناك فائض ب 3.5 مليار دولار مثلا. صحيح، شوف نظام يواجه الحق مجموعة كبيرة من التحديات، هذه واحدة منهم، هي البارزة، هي الظاهرة، هي مول البترول، لأن النظام ريعي 98 إلى 99% من مداخيله هي مداخيل الريع، وبالتالي هذه واحدة من التحديات الكبرى اللي هي أن الأموال قلت والآن دخلوا في النيجاتيف كما يقال في السلبي، وفي حاجز ذكرت أنت العجز هذا نتاع 4 مليار فاصل، لكن الحقيقة اللي يتكلموا على العجز أكبر من ذلك، لكن خلينا نقول في 4 مليار. لكن هناك مجموعة أخرى من التحديات. أكبر حاجة تحدي النظام القائم اليوم هو عجز رؤساء هذا النظام القائمين عليه. بوتفليقة عاجز تماما، ترى الصورة، توفيق 77 سنة ومريض، قايد صالح 82 سنة، هم يقولوا 75 سنة رسميا في نتاع الحكومة يقولوا 75 سنة. وبالمناسبة لما ترى قايد صالح في الترتيب الدبلوماسي تلقاه هو رقم 2 بعد رئيس الحكومة، بالرغم أنه نائب وزير الدفاع فقط، وهذا لم يحدث من قبل، المفروض وزراء الدولة قبله، بس حباش تعرف القوة وين. فعجز العناصر الكبرى للنظام إلى درجة لم يستطيعون يأتوا بشخص آخر. هذا العجز في عجز السن، مش قادرين يستوعبوا ما يحدث أمامهم، وهذا طبيعي لأن للسن أحكام. لما يكبر الإنسان يضعف عقله، يضعف عظامه، يمشي يطيح. ولكن تجد شباب، عمار بن يونس يقول أنه عقل الرئيس يشتغل أفضل من عقولنا جميعا. منش عارف شو نوصف هذا الكلام صراحة، لكن إلا استحمار واستغباء الناس. كيفاش الرئيس اللي ما يقدرش يحرك منديل بأيديه يقول لي عجزه؟ هذا ضرب بصدمة دماغية، هذا ما عندوش شلل في رجليه ولا في يديه، وقال له يشتغل خير. ثم عمره 78 سنة، الإنسان ما هوش قاع مريض. صحيح، أي واحد اليوم راه أمامه رجل فاضل كبير هكذا في السن وتجاوز 70 يشعر، يرى أمامه طيب. آثار السن. ولكن ما تأثير الوقت يضغط عليه؟ نعم، أنا أحب أذكر لك مجموعة تحديات على مستقبل. نعم، تأثير خطير صراحة. البناء سينهدم علينا جميعا، بناء الجزائر ينهدم علينا جميعا، مش فقط على النظام. سيكتب تاريخ أن هذا النظام لم يكن لنظام عربي أن أعطيه فرصة مثل هذا النظام. 2011 سقطت الجمهوريات المشابهة له أو أكثرها، وخرجوا ورفعوا قالوا نرفع حال الطوارئ، بدلوها بقانون الإرهاب اللي هو أبشع وأسوأ من حال الطوارئ، ثم قالوا سنقوم بتعديل الدستور. بعد 4 سنوات ما زال تعديل الدستور هذا ما فيش، عملوا لجنة تواتي بن صالح والراهي، أعطونا هذه اللجنة وين وصلت، تعديلات تغييرات ما فيه شيء، بالعكس قاموا بعهدة رابعة لرجل مريض جدا ومقعد. إذن فمن بين المخاطر هي سن وكبر وعجز ومرض هذا النظام الرؤوس الكبيرة، من بين المخاطر الأخرى أيضا دخول عناصر جديدة، حداد وربراب وكذا، أصحاب المليارات الدولارات اللي نهبوها أيام لما كانت الحرب القذرة وكان الشعب الجزائري يذبح، وما كان يذبحوا في المليارات، ومش هما برك أمثالهم مئات الآن، ربما هما الوجوه الأكثر بروزا. دخول اللاعب الدولي الفرنسي الأمريكي، وأصبح يأثر في قرارات رئيسية مهمة بما فيها أن السيارة تتجسس على الجزائر بموافقة الجزائريين، وأن فرنسا طائراتها تعبر إلى مالي على الحدود الأجواء الجزائرية والأراضي الجزائرية. مخاطر أخرى أيضا هو أن الحدود والمنطقة العربية كلها تعج،
هذا لماذا هذا هذا هذه إذا شئنا هذه الفوضى العارمة اليوم؟ لأن الشعوب ضجت ملت شبعت من 50-60 سنة تاع أنظمة استبدادية أبشع مما فعل الاستعمار في بعض الحالات أو في بعض الدول. كل هذا انظر اليوم حتى موريتانيا، موريتانيا آخر بلد الجنرال الموريتاني صح مطرد المسؤول دي ار اس في السفارة الجزائرية، أول مرة يطرد دبلوماسي جزائري، ما فيش دبلوماسي جزائري لم يطرد من قبل على الأقل فيما أعرف في تاريخ الجزائر، تاريخ الجزائر لم يطرد، لم يطرد دبلوماسي، لم يطرد دبلوماسي، كان تنقطع العلاقات مع دول أخرى فيغادروا الدبلوماسيين، لكن أن تقوم دولة بطرد هكذا لم يطرد. كانت مرات بعض الدول ردت على الجزائر، على ذكر الشعب، على ذكر الشعوب، يعني هناك من يتحدث بشكل صريح يعني ويستمعك يستمعونك الجزائريون يقول يا محمد العربي زيتوت انتم تنظرون فقط في الخارج، نحن ويقولها سلال وانصار الرئيس بوتفليقه يقولون الشعب معنا، الشعب يريد الاستقرار، ما تعيشه الجزائر استقرار وما تقولونه تزايدون فقط. شوف اللي شاف الموت كما يقول المثل الدارج يرضى بالحمى. كثير من الجزائريين شافوا المجازر، شافوا الذبح، واللي ما شافوش في التسعينات هم يوروا له فيها، هاك تشوفوا في سوريا وهاك تشوفوا في العراق وهاك تشوفوا في اليمن الى اخره. لكن هذا ما هذا تقدر تلهي به شويه الناس وتخوف به الناس، عمليه التخويف، لكن هو مثل الدواء، اذا المرض بقى بعد فترة معينة هذاك الدواء يولي ما ينفعش، والتخويف هذا يولي ما ينفعش، والكمية اللي كنت تقدر تشريهم بلونساج ولونجام والمناصب اللي تمدهم والأموال اللي تمدها هنا والهي ومشي برك كل واحد يتحرك يستاهل ولا ما يستاهلش يدير مظاهرات تزيدوا في الصالير إلى آخره، هذه ما عندكش درك الإمكانيات. وتصبح الناس ترجع للحقيقة أنه كلما تأخر تغيير، ونحن نريد تغيير سلمي وصحيح، لأنه كل ما يتأخر يأتي عنيف. يعني لماذا حدث في ليبيا ما حدث؟ لماذا يحدث في سوريا ما حدث؟ لأن القائمين على النظام رفضوا أي تعديل، أي تغيير، أي إصلاحات. النظام هذا يرفض، رفض حتى تغيير رجل خلاص عاجز ما قدروش يغيروه، رفض تعديل دستور بما يوحي بأن هناك تغيير. حتى سلال ويحيى روح أرجعوا يحيى روح ويحيى دو سلال هنا هذا اليوم تعال يعني فساده كلها بالجمارك ما كفاش يدوه الليرة الجيري اللي هي فاسدة فساد كبير. فموسى الحاج موسى، فالناس ترى وربما كان معاهم 40% ولا 50% ولا 30% قبل 4 سنوات، أنا أؤكد لك اليوم أنه لا يزيد عن 10% سواء المستغفلين أو المستفيدين من هذا النظام. شكرا جزيلا لك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق عضو أمانة حركة رشاد، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.